اليوم مع فريق العمل بشركة زين عم نزور مركز حسين للسرطان لمشاركة الأطفال بفرحة العيد. مركز حسين للسرطان وزين بينهم علاقة استراتيجية طويلة، الحقيقة احنا بنفخر ونعتز فيها للدور الكبير اللي بيقوم فيه مركز حسين للسرطان بمواجهة واحدة من أهم التحديات بمجتمعنا الأردني، وهي محاربة مرض السرطان. والحمد لله مركز الحسين منذ تأسيسه اكتسب سمعة كبيرة وساهم بإنقاذ حياة كثير من الناس وبتخفيف معاناة كثير من الناس. نتمنى من جميع الشركات والأشخاص انهم يقوموا بزيارة لمركز الحسين للسرطان ويشوفوا كيف بيقدروا ان هم كمان يساعدوا مركز الحسين للسرطان بمواجهة تحدي كبير وهو مرض السرطان. وان شاء الله احنا بشركة زين بنستمر بشراكتنا الاستراتيجية مع مركز الحسين للسرطان، ومرة ثانية بنفخر فيه وبنفخر بدوره، والحقيقة بنتمنى لهم، نقول لهم اول شيء الله يعطيكم العافية، وبنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله بيكملوا على الطريق اللي بلشوا فيها. شكراً.